إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأولي. نعم، إذا كنت في بلد جاهلا، يعني إذا كنت في مكان وأنت تجهل، وللعلم ملتمسا فاسألي، يعني إذا كان في أهل علم هناك فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن السؤال شفاء العمى، عمى البصيرة هنا وعدم المعرفة. ولذلك ابن عباس قيل له بماذا حست العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وخروج في البكور. ولذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله: العلم كالخزانة مفتاحه المسألة، العلم كالخزانة مفتاحه المسألة. فالإنسان يسأل ولا يتحرج من السؤال، وكما قيل ميمان لا يتعلمان مستحٍ ومستكبر، كما قيل في المثل الأول.